انا شفتهم وعملتهم في الشارع. انا خبطت واحد بالعربيه، انا اللي غلطان، خبطته من ورا فدمرت له الشنطه، الماله يسموها الماله في المغرب، دمرتها نهائيا وانا اللي غلطان. انا كان وقع مني حاجه، بوطي اجيبك تليفون برفع وانا سايق والمفروض ما اعملش كده. فنزلت وقلت له انا غلطان، انا اللي غلطان. فنزلت قلت له انا غلطان وانا متحمل المسؤوليه. فبص لي قوي كده وقال لي سير سير امشي. فانا قلت الخبطه بقى شقلبت دماغه. قلت له ليه؟ مش عندك تامين؟ مش في لاسيرانس والكلام من ده؟ فهو فاكرني سوري ما عنديش اوراق وبسوق عربيه، دي فيها مصيبه، دي فيها حبس على طول، معيش اوراق. ما هو السوريين ما كانش بيتعمل لهم اقامات انا ذاك، وما اعرفش دلوقتي بيعملوهم ولا لا، فما فيش اقامه. فبدا يظن ان انا سوري، دي فيها حبس. فقال لي امشي 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 اهرب. فقلت له ليه؟ قال لي عندك اوراق. قلت له اه. قال لي انت منين؟ قلت له انا مصري. قال لي عندك بيرمي يعني رخصه سواقه وعندك لاسيرانس وعندك كل شيء؟ قلت له اه. قال لي ايه وصافي، نتصل بقى بالتامين عشان يجي التامين هو يتحمل الموضوع. وقفت اقول له انا اسف انا غلطان وبتاع. قال لي لا 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 لا, 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 لا. كويس انها جت في الحديد، ما فيش مشكله، انا بس بحسبك سوري، خفت ما يكونش معاك اوراق فقلت لك اهرب مش مهم. ومواقف كتير جدا شفت فيها الناس دي يعني، ولذلك قلت اللي قلته في حقهم وبقول اللي بقوله في حقهم لاني انا اشهد على هذا. وكتير بقى، سواء كان في الصحراء، سواء كان في الريف، سواء كان في جباله، سواء كان في العربيات، سواء كان في اي مكان، بتلقى الناس طيبين وعندهم حفاوه ومسالمين، وتلاقي فيها المناظر اللي انت بتشوفها دي. ده شيء انا معتاده يعني، انا بنبسط وبسعد جدا وبطرب جدا لما بشوف الناس بتشيد بيه وبتكتبه في صحف عربية وصحف أجنبية، ببقى فخور وسعيد.